النهارده هنعمل مع بعض سيرم للشعر، حاجه كده قنبله هيعالج كل مشاكل شعرك حرفيا. عندك تساقط، عندك شيب، عندك تقصف، شعرك خشن، ترطيب للشعر بما اننا في صيف، كل مشاكل شعرك حرفيا، ترميم بسيلات الشعر التالف للشعر الخشن والشعر المجعد، كل مشاكل شعرك هتتحل النهارده بالسيرم اللي احنا هنعمله مع بعض دوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ احلى متابعين في الدنيا كلها وعلى المجره، وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وبصحه وهنا وسعاده. زي ما قلت لك يا قمر، النهارده هنعمل سيرم كده كله حاجات مغذيه وكله فيتامينات للشعر، وبالفعل هيحل كل مشاكل شعرك. ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش لايك وتعليق والاشتراك في القناه عشان تنورينا. وكمان عايزه اقول لك ان احنا عاملين 23 ملف محطوطين على القناه، ملف بيعلمك كل طرق الفازلين، ملف بيعلمك طريقه الشامبوهات، ملف فيه كل وصفات التسمين، ملف فيه منتجات الصيدليه الرخيصه، واحد للشعر، واحد للبشره، ملف للتخسيس، ملف لتعليم المنظفات، ملف الافكار والحيل المنزليه، حاجات كتير كده. فبصي على اول تعليق. هنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن الوصفه بتاعت النهارده. زي ما قلت لك ان احنا مش حلو ان انا اعمل لك وصفه بمكون واحد، اقول لك ده للشيب، ده للتساقط، ده لا، انا عاوز اعمل وصفه تكون شامله جامعه كل حاجه، اللي هي تعالج كل حاجه، تعالج كل مشاكل شعر. احنا في حر وفي حاله جفاف ولازم نركز اليومين دول على الوصفات بتاعت الترطيب، فهعمل حاجه ترطب لي شعر. الشيب يا رشا، احنا بقينا في الثلاثينات والعشرينات وعندنا شيب، حاجه للشيب. التساقط، شعر وقع، عملت بروتين وشعر اتدمر، فبرضه هيعالج معانا التساقط. في الاساس احنا عاملينه للناس اللي عندها شيب. طبعا الشيب زي ما قلت لكم، ونرجع نقول تاني، الشيب انتشر جدا في الفتره الاخيره لاسباب كتير. في اسباب وراثيه ودي خلاص معروفه، انا بلاقي ابني مثلا باباه كده فابني طلع كده فخلاص عادي. لكن مثلا ابص الاقي ابني 14 سنه او 15 سنه عنده شيب، طب ما انا ما عنديش، امال هو جاله ليه؟ زي ما قلت لك، مثلا بيبقى نقص فيتامينات، نقص فوليك اسيد، نقص نحاس، نقص زنك، حاجات زي كده، حاله نفسيه. او مثلا لو ابني الكبير شويه وبيشرب سجاير، اتعرض لصدمه، اتعرض لحاله نفسيه، فدي برده حاجات كلها بتؤدي الى الشيب. طيب هنعمل الوصفة النهاردة بالمكون الأول، وهو المكون المحبب إلى قلب ابن التانية. خنقتكم. أول ما أقول ابن التانية كلكم تعرفوه، ابن التانية معزته من معزة ابني كده إلى قلبي. الناس اللي لسه لحد دلوقتي ما جربتش بذر الكتان في وصفاتها فاتها كتير جدا 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 جدا. بذر الكتان منجم كولاجين، بذر الكتان منجم كولاجين، يعني منجم مضادات أكسدة، يعني مضاد للالتهاب. الناس اللي عندها إكزيما وبتهرش في شعرها، الناس اللي طول النهار في التعليقات، يا رشا بنهرش في شعرنا، يا رشا عندنا إكزيما، يا رشا في ريحة وحشة في شعرنا. حضرتك عشان احنا في صيف وحر وطول النهار مثلا سي لابسة الطرحة، طرحة شيفون، طرحة بوريستر، الجو ده، فماشية بها في الحر، فطبيعي إن تلاقي فروة راسك حرفيا كده بالبلدي اتهرت. فده مضادات أكسدة، يعني مضاد للالتهاب. مضادات أكسدة يعني هيحل كل مشاكل شعرك، من شبل لتساقط لتقصف شوف لكل اللي نفسك فيه. تمام كده، تمام كده. يبقى اول مكون معانا بذر الكتان، وده بنجيبه من عند اي عطار، موجود عادي خالص، وبيبقى شبه حبات السمسم البني كده بالمنظر ده. تمام، تمام. وزي ما قلت لك عشان ما نفرهدش بعضنا، وانا مفرهده لوحدي وحياه ربنا مش قادره. انا والحر ما فيش بينا عمار يا بنتي والله. عشان ما فرضكيش، ما دام حاجه مضادات اكسده يبقى هتعالج كل مشكله في شعرك. ما تجيش واحده في التعليقات، يا رشا طب انا كنت عامله بروتين وباظ، طب يا رشا انا كان مش عارفه ايه وشعري وقع واتساقط كده. اي مشكله في شعرك حرفيا هيشيلها لك. تمام كده، تمام كده. هيجي المكون الثاني، وده قنبله فيتامينات حرفيا للشعر. ولو ما لقيتهوش، يعني ايه، عشان الناس اللي بيقعدوا يقولوا طب لو مش موجود نعمل ايه، لو مش موجود بلاش منه، بس لو في امكانيه انك تشتريه عشان خاطري انزلي اشتريه. ليه يا رشا؟ ايه هو؟ هو يا نور عيني بذور الشيا. تمام، ثواني افتح لك الكيس. لو ما لقيتهاش خلاص كملي الوصفه بالمكونات زي ما احنا هنعملها مع بعض. اهو بذور الشيا اهي، بتبقى بالمنظر ده كده. تمام، زي ما قلت لك شبه بيض كده، انا بشبهه ببيض التعبان، مش عارفه من انهي اتجاه صراحه، بس مش عارفه والله، دايما انا اشبهه ببيض التعبان كده، تحسيه شكله بيض ملون غريب كده. تمام، رغم ان انا ما شفتش قبل كده بيض التعبان على الحقيقه، بس انا بديله شكل بيض تعبان. تمام، بذور الشيا دي قنبله فيتامينات وقنبله كولاجين وحاجه كده لترميم الشعر رهيب. فلو حضرتك عرفت توصلي لها، هي موجوده عند العطارين، لو رحت العطار قلت له ب 10 جنيه هديك حبه حلوين هيكفوا معاكي قد كده، عرفت توصلي لها ونزلت العطار جبتيها قشطه جدا، لا يا رشا مش عندي او كده، خلاص هتمشي بالوصفه ببذر الكتان وتكملي معايا. انا بتكلم على الناس اللي حرقوا شعرهم بالفرد،
الناس اللي راحوا استخدموا كبرد كيميائي ودمروا بوصيلات الشعر حرفيا موتوا لي بوصيلات الشعر، الناس اللي راحوا عملوا بروتين بالافات وحرقوا لي وموتوا لي بوصيلات الشعر، الناس اللي دفعت الافات ودمرت شعرها فمش هيجرى حاجه لما تروح العطار تقول عايزه ب 10 جنيه بذور الشيا عشان احنا حضرتك هنرمم الشعر او هنرمم بوصيلات الشعر اللي انت حرقتيها، حرقتيها بميه اكسجين، حرقتيها بفرد كيميائي، كل دي حاجات دمرتي بيها بوصيلات الشعر، فعاوزه غذاء كويس. تمام. يبقى بذر الكتان هنا بذور الشيا هنا اختياري، لو مش موجوده خلاص هنشيلها. تمام. هيجي المكون اللي بعد كده اللي بيجدد معايا بصيلات الشعر، وطبعا كلكم عارفينه ايه هو، هو المسمار او بنسميه القرنفل. القرنفل او المسمار من الحاجات اللي معروفه اللي بتجدد بصيلات الشعر. زي ما قلت لك انت مدمره بصيلات شعرك، سواء يا ستي مثلا ممكن واحد يقول لك ايه، طب يا رشا بقى معلش انا ولا عملت بروتين ولا عملت صبغه ولا عملت ميه اكسجين ولا عملت فرد كيميائي وشعري اصلا متدمر. طب ماشي، ممكن تكون انت بقى مش مهتميه بشعرك، ما بتاكليش حاجات فيها سلطه وخضروات، حضرتك ما بتشربيش ميه كتير على مدار اليوم، ما بتستخدميش كريمات حلوه كده، فاهم عليا؟ فاي حد دمر بصيلات شعره ضروري يكون في بيتك قرنفل، لان القرنفل بيجدد بصيلات الشعر. فلا تكون عندك قرنفل كده تستخدميه في وصفاتك، لا يكون عندك زيت قرنفل وطريقته موجوده على القناه عشان تجددي بصيلات الشعر من اول وجديد. تجديد يا جماعه بصيلات الشعر، يعني لو انت عندك شبه هيتشال، عندك تقصف هيتشال، هيطول شعرك جدا، بجيب بصيله جديده كده للشعر بمعنى اصح. تمام. هيجي معايا المكون اللي بعد كده، وده صيدلية حرفيا متنقلة، وفي الفترة الأخيرة اتعمل أبحاث عليه وقال بينبت الشعر أحلى من الروزماري وأحلى من الخروع، وعملوا تجارب وكان فيلم كده وطلعت لك بنفسي وقلت لك الخبر دوت، وحطينا سكرينات وأبحاث وكان ليلة كده، كان فيديو كامل بيتكلم عن فوائده، ألا وهو يا غالية الكركديه. للأسف مش عارفة أنتوا بتسموه في شيء إيه كده، ليه اسم كده مش عارفه ايه، بس عامه في اغلب الدول العربيه برضو بيسموه كركديه، اللي هو مشروب الكركديه دوت. من الحاجات رقم واحد لعلاج التساقط ولانبات الشعر، يعني بقول لك مثلا لما تيجي انك اكلمك او انت تكلميني ايه يا رشا الانبات، اقول لك الخروع الروزماري، لكن في الفتره الاخيره لما عملوا دراسات قال لك لا ده احلى كمان من الروزماري واحلى كمان من الخروع. هاخد منه معلقه، يبقى حضرتك دلوقتي هجيب طبق فيه ميه او حله فيها ميه، هحط الشويه دول وهحط شويه القرنفل دول وشويه من الكركديه وحبه من بذر الشيا. تمام كده. وانت لو ما عندكيش بذور الشيا خلاص شيليها وحطي لي الثلاثه دول، هحطهم على النار يغلوا مع كوبايه ميه ونرجع نكمل المكونات بتاعتنا. بالله عليكي حطي تعليقات كتير لحد ما ارجع. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي، حطيته بقى في كوبايه ميه وغلي ورحت واخداه مصفياه وحطاه هنا. طبعا بذر الكتان مع بذور الشيا مع القرنفل مع الكركديه زي ما قلت لك خلطه جباره. عايزينه برضو يعالج معانا الشيب، هو كده يعالج الشيب وقمر، لا انا عاوزه ازود بحيث يا رشا يعالج لي بقى بصيلات الشعر حرفيا. قلت لك يا قلبي مش هتكلفي نفسك الا 3 جنيه، هتروحي الصيدليه هتقولي له عايزه شريط من الفوليك اسيد، وسبق وكلمتك عنها قبل كده، قلت لك نقص السبب الشيب قد يكون نقص فوليك اسيد، ممكن يكون نقص زنك، ممكن يكون نقص نحاس. فحضرتك لما تجيبي شريط زي ده ب 3 جنيه هتلاقي الاقراص بتاعته من جوه كده، ثواني، لونها مصفر كده، ده كده بيكون شكل القرص من جوه. تمام، هناخده نحطه هنا، هو هيسيح بقى في السخونيه. تمام، حلو جدا للناس اللي عندها شيب وبرده الناس اللي عندها تساقط وبيرمم، زي كاني كده بحط سماد لبصيلات الشعر. انا ما عملتوش تقيل قوي علشان خاطر هحطه في بخاخ، انت عاوزه تقليه اكتر من كده تخليه لا يكون تقيل شويه اللي هو قوام الجل القوي، كتري معلقه من بذر الكتان وانت بتعملي. تمام. طب يا رشا انا عاوزاه برضو يديني ترطيب زياده ونعومه زياده، حضرتك ممكن نحط هنا معلقه من الجليسرين. جليسرين يعني ترطيب زياده، والله 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 الوصفه دي للشعر تنعيم رهيب من اول مره، اقسم بالله حرفيا بتحسي انك كاويه شعرك. هحط اهو شويه الجليسرين اللي فاضلين في الازازه دول هحطهم هنا. تمام، هيدي الشعر بنعومه وطراوه عمرك ما شفتيها قبل كده. عشان خاطري انا بقول لك جربي السيرم ده، عاوزه تدعمي الوصفه اكتر وتدي لنفسك ترطيب اكتر، اي نوع زيت عندك وليكن مثلا زيت فاتيكا، زيت الموز، زيت الباميه، اي نوع زيت من اللي احنا عاملينه على القناه حطي منه برده هنا شويه كده كام نقطه. تمام، وبكده اصبح معاكي اقسم بالله اقوى سيرم اتعمل حرفيا. انا عملته قبل كده، كنت عامله بذر الكتان ببذور الشيا وكنت مسميه السيرم المعجزه وقلت عليه احلى كلام، وكنت مثبته لكم في وش القناه كده في اول فيديو على القناه وكلكم قلتوا عليه شعر، الحمد لله جاب مشاهدات حلوه جدا. فحضرتك جربي الخلطه كده زي ما احنا عاملينها، حبه جليسرين عندك حطيهم يدوا لشعرك ترطيب في الحر دوت، معلقه زيت تدي لشعرك ترطيب، حبه فوليك اسيد زي سماد كده لبصيلات الشعر، وبكده اصبح معاكي السيرم جاهز. هتحطيه ببخاخ، هتحطيه ببطرمان، هتسيبيه زي ما هو كده بس يحفظ في الثلاجه،
وصفات اللي فيها نشا، الوصفات اللي فيها بذر الكتان لازم تحفظ في التلاجة، ما بتتحطش بره في الحر اللي احنا فيه دوت. هتحطيها على شعرك وتسيبيها. الناس اللي بتقول نغسل امتى، طب نغسل بتاع، لا ما بتغسلهاش. عايزه تغسليها حطيها على شعرك 3 4 ساعات وبعد كده تدخلي شطفي شعرك شطفه سريعه مش بشامبو ولا حاجه واخرجي. عاوزه تحطيه وتسيبيه يوم 2 مفيش مشكله، هيبقى حلو جدا. انا شخصيا بحط يوم 2 بيبقى تحفه جدا للشعر. زي ما قلت لك كده يا نور عيني، قنبله فيتامينات للشعر بلس ان انا جددت بصلات شعري، شعرك هيبقى ناعم حرفيا. لو هايش عندك هيشان في شعرك ما بتعرفيش تسيبيه الجو ده، لا جربي دي على ضمانتي وقولي لي ايه رايك فيها. تمام كده يا نور عيني، جربي الوصفه هتعجبك جدا. والناس لسه ما حطوش تعليقات، اين انتم شايفاكوا ومش مسامحاكوا، شايفاكي ومش مسامحاكي شايفاكي ومش مسامحاكي اللي قاعده خايفه تحطي تعليق انت وضروري تبصوا على اول تعليق، هسيب لكم فيه 23 ملف هيعجبكم جدا. وما تنسيش اللايك، اختمي الفيديو بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.